صقور الخضر في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال القطري، قصة نجاح متكاملة الأركان. رح نعيش معكم قصة حلم عماني سوري ولبناني لم يتحقق حتى الآن بالتأهل لكؤوس العالم. ومدرب المنتخب اللبناني إيفان هاشيك للصدى، المركز الثالث طموحنا ومواجهة سوريا هي الأهم في التصفيات. في برنامجنا أيضا لهذه الليلة، نجوم عرب تألقوا في التصفيات الآسيوية فتأهلت منتخبات بلادهم للمونديال. ومن الذين تألقوا في المونديال العراقي كريم علاوي الذي قال: الوقت لم يسعف أدفوغات على تقديم الأطفال الأفضل، والمشكلة في الأندية وليست في اللاعبين. رح نذكر قصة أول مشاركة لمنتخب عربي وأفريقي في المونديال عام 1934. والنجمة المصرية داليا البحيري تحب الرياضة جدا جدا، ولهؤلاء ترفع كروت الصدى. وأينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية مني أنا مصطفى الآغا، ونلتقيكم إن شاء الله every day، يعني كل يوم. وين؟ في غيرها شاشة الأحلى والأجمل والأكمل والأمثل MBC وبرنامجكم صدى الملاعب. بهالبرنامج نعلن عن الفائز بالأحلام، والفائز المقبل شو رح يشيل؟ رح يشيل مليون دولار لحاله، مليون دولار. تصوروا، لا هو 1000 ولا 2000 ولا 100000 ولا 200000 ولا ربع مليون دولار لشخص واحد. الأرقام طلعت وبلشت معكم رحلة البحث عن المليون دولار، حلم أو دريم أو غيب على الأرقام اللي طالعة، والسحب عنا في صدى الملاعب. رح نبدأ مع الأخبار السريعة بتسعين ثانية مع مديان رضوان. طلق المنتخب السعودي دفعة قبل مواجهة الصين المقبلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد اكتمال صفوفه بعودة علي الحسن إلى التدريبات وتعافي فهد المولد وعبد الإله المالكي عاقب حالة الإجهاد بعد مباراة اليابان، على أن يكشف المدرب المزيد من التفاصيل في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين. رحب الاتحاد السعودي لكرة القدم ببعثة المنتخب الصيني باللغة الصينية، وأجرى المنتخب ميرانه الأول على ملعب نادي الاتحاد بعد وصوله. من المتوقع أن تشهد مباراة الصين المقبلة حضورا جماهيريا سعوديا قويا بعد بيع حوالي 50,000 تذكرة بعد طرح التذاكر للبيع بعدة ساعات. في الإمارات حدد الاتحاد الأماكن والمواعيد لإجراء فحوصات PCR مجانية لجماهير الأبيض، وفي نفس السياق نفذت التذاكر المخصصة لجماهير المنتخب العراقي بنسبة 5% من الطاقة الاستيعابية المخصصة لملعب زعبيل في دبي خلال مواجهة المنتخب الإماراتي مع شقيقه العراقي. أيضا في عمان أعلن الاتحاد بأن نسبة الحضور الجماهيري ستصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لمدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي خلال مواجهة المنتخب العماني أمام فيتنام. أعلن المنتخب اللبناني لكرة القدم غياب حسين منذر عن مواجهة سوريا لأسباب صحية، كما سيغيب فيليكس الملكي وقاسم الزين بسبب تراكم البطاقات. أعلنت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ بأن المدرب الفرنسي أرسن بينجر سيقود نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض. ومرحب بضيفي حلقة هذه الليلة من دبي، عبد الرحمن محمد أبو عوف. أهلا وسهلا. مرحبا أبو كرم. أهلا أبو عوف، مساء الخير. ومعي من العاصمة السعودية الرياض حبيبه لأبو عوف عبد العزيز دغيثر. هلا أبو محمد. مرحبا. هلا. حيا الله أبو سلطان. تحياتي أبو سلطان. هلا أبو كرم، الله حييك وحيي الزميل عبد الرحمن. مرحبا يا أبو سلطان.